في البداية أشكر ديوان سويلم الكرام على إتاحتهم لي هذا المكان لإقامة هذه الندوة، وأيضا أشكر المشاركين الأفاضل على قبولهم المشاركة في ندوة الأمة. وفي الحقيقة لا نستطيع أن نفهم الأحداث وتقويمها إلا من خلال طرح الأسئلة وعقد المقارنات وتصنيف الأفكار والتمييز ما بينها، لأن الحكمة تقول لا تستخلص النتائج حتى تعرف كل الحقائق. وهناك الكثير من التساؤلات التي لم أجد إجابة مقنعة عنها حتى الآن، فمن حق الأمة أن تسأل، من واجب السلطة أن تجيب. هل تعترف السلطة التنفيذية أن هذا الشعب أمة مثل باقي الأمم ولديه إرادة حرة يسعى لتحقيقها على أرض الواقع؟ وهل تعترف أن هذا الشعب الكريم مليء بالكفاءات والمخلصين في جميع المجالات، أم أنه خارج دائرة الحسبان ويجب فرض الوصايا عليه؟ وهل المواطن العادي البسيط العلاقة ما بينه وبين السلطة قوية وطيدة، أم أن هناك حواجز تزداد يوما بعد يوم تعرقل مصالح الناس؟ هل بالفعل الشعب مصدر السلطات جميعا، وأن السلطة التنفيذية هي من تخدمه، أم أن الشعب هو من يخدم السلطة التنفيذية ومغلوب على أمره؟ وهل هناك نية وآلية فاعلة للقضاء على الفساد، أم أن النية والآلية تستخدم ضد كل من يحارب الفساد؟ مجرد تساؤلات وأبي إجابة واضحة وبالدليل، وما هو كلام مرسل، ولكن أتحدى أي مسؤول فاسد وكبير جدا في الدولة الإجابة عليها، لأنه إلى الآن ما زالت الأمة تكافح من أجل أن تكون لديها إرادة حرة على أرض الواقع. إلى الآن هناك من يشعر بالغربة على أرض وطنه، فأين هي مبادئ العدل والحرية والمساواة من حسابات السلطة التنفيذية ورعايتها لها؟ أليس لنا الحق أن نعيش في بيئة سياسية يتحقق من خلالها السلام الاجتماعي بعدم التمييز؟ ولماذا مع هذه الثروة المهولة التي منحها الله عز وجل لنا لا نتحول إلى قوة اقتصادية كبرى تعتمد على العلم والتنوع؟ فمع الأسف الشديد لا زال المسؤولين الفاسدين يدفعون الناس دفعا إلى الفقر وإلى الوراء وإلى الاحتياج. ولماذا لا يكون لنا الحق في امتلاك قوة عسكرية عظمى كباقي الدول المتقدمة؟ إن لم تكن هذه الحكومة على قدر طموحات وأحلام المجتمع الكويتي، فلترحل وليأتي من يمثل طموحاتنا ويحقق أمالنا على أرض الواقع. فمع الأسف الشديد لا زال المسؤولين الفاسدين لا يسعون إلى خلق قوة تكنولوجية ومعلوماتية تضع اسم البلد على مصاف الدول المتقدمة حتى على أدنى المستويات. فأين هو التأثير الثقافي والفني من حسابات السلطة التنفيذية ورعايتها لها؟ فمع الأسف الشديد لا زال المسؤولين الفاسدين والحكومة الفاسدة تتعامل بعنصرية مقيتة مع جميع المشاكل الاجتماعية، ومنها مشكلة البدون. وأكبر دليل على هذا انظروا إلى الخدمات التي تقدم للمواطنين، فإلى الآن لا نمتلك مؤسسات قوية وحديثة تضاهي ما هو موجود في الدول العالم المتقدم. فلا يمكن أن يقبل الناس مزيدا من الأعذار، ولا يمكن أن نجامل على حساب الوطن أو المصلحة العامة. المسؤولية لا تعني إلغاء الآخر، ولكن تعني مشاركة الجميع في تقدم الوطن ورفاهيته ورفاهية المجتمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وهنا لست مخولا في الحديث على لسان أحد، ولكن
حتى على مستوى الأسرة الحاكمة، فإنها جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي، ينالها ما يناله من أذى وظلم وقهر. وهذا ما أكده المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي التي تقول أن الأسرة الحاكمة من صميم الشعب تحس بإحساسه ولا تعيش في معزل عنه. وهذا أيضا ما أكد الدستور على أن المواطنين سواء في الحقوق والواجبات العامة. وهذا أيضا ما أشار إليه حكام دولة الكويت دون استثناء. وهذا الكلام ما يحتاج إلى إذن خطي مني من الديوان الأميري، لأنه معروض على شاشات تلفاز ومكتوب على صفحات الجرائد اليومية. أمراء الكويت دون استثناء أكدوا على وجود الفساد ودعوا إلى محاربته، وقالوا أن الأسرة والمجتمع شيء واحد وجزء لا يتجزأ عن بعضه. ولكن الغريب في الأمر، يوم نتخذ من حكامنا قدوة ونحارب الفساد تقوم قيامة الحكومة وما تقعد. ليش يوم أزور أهلي وعزوتي أهل الكويت في دواوينهم تجمعاتهم ملتقياتهم تقوم قيامة الديوان الأميري وما تقعد؟ ليش يوم أعبر عن آلام الناس ومعاناتهم وأعيد مرضاهم ألبي دعواتهم بالأفراح وأقوم بواجب العزاء تقوم قيامة الديوان الأميري وما تقعد؟ كل هذا وبكتاب رسمي موجه لي من موظفين يمثلون الديوان الأميري، إن لم أنخلع من عاداتي وتقاليدي سيتم اتخاذ أشد العقوبات. وبالفعل فعلوا ولا زالوا مستمرين على أعلى المستويات، وكأنه ما فعلته جرم يجب المعاقبة عليه. سؤال للجميع، هل التواصل مع أفراد المجتمع الكويتي أصبح تهمة؟ والدفاع عنهم يعد جريمة؟ والشعور بمعاناتهم تحول إلى إساءة؟ أهل الكويت أهل عفة وشرف والمروءة، ويكفيني شرفا وافتخارا انتماء إلى أهل الشرف والمروءة أهلي وعزوتي أهل الكويت. والآن أخرج من صلب هذا الموضوع وأقول في كل احترام وتقدير كما هو الصدق والأمانة في هذه الكلمة، حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظك الله ورعاك، سمو ولي عهده الأمين حفظك الله ورعاك، سموكما صمام الأمان لهذا البلد وأهل الكويت، ما لهم إلا أنتم من بعد الله سبحانه وتعالى. رئيس الديوان الأميري ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية غير مؤهلان في أداء أعمالهم. وأقسم بمن أنزل هذا الكتاب الكريم على أن أهل الكويت متضايقين من هذه الحكومة وهذا المجلس. انتهى. فالواقع يقول أن كل ما يخرج حراك من رحم هذا الوطن لتطوير التجربة الديمقراطية لتصبح أكثر تعبيراً عن الناس وأحلامهم وأمالهم يتم وأد هذا الحراك وتكذيبه. وكل ما يكون هناك اتجاه صادق لتحسين ظروف الناس المعيشية والمادية يتم تكذيب هذا الاتجاه أو وأده. وكل ما يصدح شخص في صوت حق أمام أي مسؤول فاسد وكبير في الدولة جدا يتم كتم هذا الصوت أو تكذيبه. وكل ما يكتب قلم حر عن مشاكل هذا الوطن أو هموم الناس يتم كسر هذا القلم أو تكذيبه. أليست هذه جميعا جرائم في حق الديمقراطية وحق المجتمع الكويتي؟ يوم يسكن المواطن والمواطنة الكويتية بالإيجار بدل أن يكون لهم منزل خاص باسمهم، هذه مو جريمة؟ يوم تتحدث هذه الحكومة عن أحلام وطموحات المجتمع الكويتي من دون تفعيلها على أرض الواقع،
هذه مو جريمة؟ يوم تكون أقوال كبار مسؤولي الدولة على عكس أفعالهم، هذه مو جريمة؟ يوم تكون الواسطة والمحسوبية في دولة القانون والدستور والمؤسسات، هذه مو جريمة؟ جريمة. يوم تزداد نسبة الفقر والاحتياج في بلد من أغنى دول العالم، هذه مو جريمة؟ جريمة. يوم يشعر المواطن العادي أن في نفسه شيء وما يقدر يحصل عليه، هذه مو جريمة؟ وما أشنعها من جريمة. يوم يتخرج آلاف بل عشرات الآلاف من الطلبة والطالبات من دون أن يتم تعيينهم في الوظائف المناسبة لهم أو يصبحوا عاطلي عن العمل، هذه مو جريمة؟ جريمة. لم تكن كل هذه جرائم بصوت المواطن العادي الجريح، فما هي الجريمة من وجهة نظر هذه الحكومة؟ إخواني، يعلم الله أني أشعر في غبن في قلبي بسبب ما تعانيه دولة الكويت والمجتمع الكويتي، لذلك يجب أن تتوقف هذه الحرب الشرسة لأنها السبب الرئيسي في تدهور جميع جهود الإصلاح، السبب الرئيسي في تأخر قطاعات ومؤسسات الدولة، السبب الرئيسي في ضياع مقدرات وثروات هذه الأمة. الخطر ليس من شعب يحاول أن يسعى أن يكون له إرادة وحرية وتعبير، ولكن الخطر وكل الخطر من مسؤولين فاسدين يعبثون في مستقبل الناس وأحلامهم وآمالهم. الخطر من ديمقراطية مفصلة على أشخاص يستبعد من خلالها شرائح كبيرة في المجتمع ويتسلط فيها الظالم على المظلوم. الخطر ليس من إقصاء المصلحين والمخلصين أو تجميد حركتهم، ولكن الخطر وكل الخطر من بطانة عليا فاسدة ومستشارين سوء ومرتزقتهم. لذلك أوجه رسالة للجميع وأقول لا تنتظروا إصلاحا في ظل الاعتداء على الديمقراطية وإرادة الناس وحرياتهم وكرامتهم، لا تنتظروا إصلاحا في ظل البيانات المزعومة والإدعاءات الكاذبة والتوجهات الفاسدة. فكيف يعقل من يسعى لمصلحته الشخصية هو ذات حامي المصلحة العامة؟ كيف يعقل من يحترم ويقدر المطبلين والمرتزقة ومن يسعى لمصلحته الشخصية هو ذاته يحترم ويقدر العلماء والأدباء والمفكرين وعلية القوم المخلصين والمواطن العادي البسيط؟ لا خسارة تعادل خسارة هذا الوطن، ولا ضياع أعظم من فقدان المبادئ. نحن نسعى إلى بيئة سياسية تنظر الجميع على قدم المساواة، نحن نسعى إلى وطن يحتضن الأبناء المخلصين الأوفياء، وطن يقف إلى جانب المخلصين والبسطاء والمستضعفين، وطن يأخذ فيها المواطن حقوقه كاملة من دون تخويف أو تهديد أو ترهيب، لا وطن تمكن فيه البطانة العليا الفاسدة وأصحاب المصالح العبثية. نحن نسعى لوطن يزيد شعبنا تماسك وقوة، لا وطن تعبث فيه حفنة قليلة من الفاسدين لمصالحهم الشخصية. نحن نسعى لوطن يتشارك فيها الجميع في بناءه وتقدمه ورفاهية مجتمعه، لا وطن تزيد فيه السلطة التنفيذية الحواجز بينها وبين المجتمع الكويتي. هذا الشعب شعب عظيم، الشعب الكويتي شعب عظيم ويستحق كل خير وتقدير واحترام.
سيرحل الجميع، ولكن سيتذكر الوطن جيدا من حارب الفساد فيه وحاولوا أن يقف على قدميه، ومن زرعوا الفساد فيه لمصالحهم الشخصية وضعوه في الحضيض. سيرحل الجميع وستتذكر أبنائنا وأجيالنا القادمة من حافظوا على وطنهم ومن كانوا السبب الرئيسي في دماره وزواله. فأما أن يترحموا علينا وإلا العنن التاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما تبون أول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. أما بعد، أول شيء الشكر لديوان سويلم على هذه الدعوة الكريمة، وأيضا لصاحب هذه الندوة الشيخ مشعل مالك الصباح، ونشكر على حماسة وطرحه وغيرته على هذا البلد. وهو ما في شك يعني هو وجميع الأخوة بالأسرة الحاكمة لهم كل التقدير والاحترام والمعزة والمحبة. بالنسبة لموضوع الندوة اليوم، محورها يتناول موضوع الفساد وسوء الإدارة، وهذان السببان هما أكبر مشكلة ابتلت فيها الكويت في العقود الأخيرة، سوء الإدارة والفساد. وغالبا ما تكون هذه بسبب سوء اختيار القيادات التنفيذية من وزراء ومدراء هيئات ووكلاء وزارات وحتى أصغر مسؤولين. الاختيار دائما ما يكون على يعني المصلحة وعلى الشللية وعلى من يعني يفيد أو من يقدم يعني الولاء أو القرابة وغير ذلك، بينما المفروض أن يكون الاختيار للأصلح وللأمين، كما قالت بنت شعيب لوالدها، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختار زيد بن ثابت الأنصاري لمهمة عظيمة وهي جمع القرآن، قال إنك شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أربع صفات بسببها اختار هذا الشاب. أول شيء إنك شاب يعني القوة، عاقل اللي هو العلم، لا نتهمك الأمانة، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله الخبرة. هذه الصفات التي المفروض يختارون فيها المسؤولين. أما الاختيار لأن هذا صاحبنا ولا رفيجنا ولا محاصصة ولا شلالية، هذا كله دمر البلد ووصلنا إلى ما وصلنا إليه من هذا التراجع. لما نشوف البلدان تتطور في الخليج، ما نقول أوروبا ولا يعني تركيا ولا ماليزيا، لا، الخليج يتطور أمام بسرعة الصاروخ ونحن محلك سر، يعني نتحلم بالقطار والمترو والأشياء هذه التي هي كانت مدرجة قبل 30 سنة أو 40 سنة في المخططات ولا زالت إلى الآن في الأدراج، ومستحيل تعمل في ظل الإدارة الحكومية الحالية. إذن هذان السببان هما يعني أبرز الأسباب المشكلة في الكويت اللي هو سوء الإدارة وتنامي الفساد. وفي العشر سنوات الأخيرة تقريبا من سنة 2012 إلى اليوم 10 سنوات، ساء الوضع في الكويت بسبب مرسوم الصوت الواحد. يعني مرسوم الصوت الواحد قضى على مؤسسة مجلس الأمة، يعني كان في فعالية بالمجلس رغم الفساد الموجود ورغم كل شيء كان موجود، لكن في العشر سنوات الأخيرة مع صدور مرسوم الصوت الواحد يعني تم القضاء تقريبا على فعالية مجلس الأمة، يعني الجهاز الرقابي الأول في الدولة. نعم كان في فساد قبل الصوت الواحد، لكن الفساد تضاعف بعد
صدور هذا المرسوم وما تم من تفتيت للمعارضة ويعني اللامبالاة التي وجدت عند كثير من أبناء الشعب الكويتي للأسف، وضعف المجتمع المدني وضعف الرأي العام، وأيضا تم إضعاف وسائل الإعلام. أول كان في قنوات فضائية تحط برامج سياسية، في جرائد حرة تكتب، الآن اختفى حتى الإعلام، تم تدمير الإعلام الحر في الكويت، وأيضا تم تدمير مؤسسة مجلس الأمة كسلطة رقابية، بقيت يعني سلطة شكلية إلى الآن، الإعلام سلطة شكلية. غياب الرقابة هذه أوجد مساحة للفساد أن يتنامى الفترة الأخيرة. لذلك أنا يعني في تقديري الشخصي أن ما تم نهبه من هذا البلد بسبب الفساد، بسبب النهب المباشر أو غير مباشر من عمولات ومن مناقصات ومن يعني تسيب وضياع للأموال الدولة وهدر أموال الدولة، يعادل 100 مليار دينار في 30 سنة الماضية من بعد التحرير إلى هذا اليوم. ما تم هدره هو 100 مليار، يعني هذه ميزانية تبني دول كاملة من الصفر، ذهبت مع الفساد، ذهبت لمشاريع لجيوب الفاسدين ولجيوب المتنفذين. أنا ذكرت بعض الأمثلة قبل كم يوم وهي على سبيل المثال وليس الحصر، وإلا أبواب الفساد في الكويت يعني أشهر وأكثر من أن تحصى أو تذكر. يعني مثلا ما ذكرت أنا موضوع الصندوق الماليزي وصندوق الجيش واليورو فايتر والتأمينات، لأن هذه معروفة، أنا ذكرت أشياء قد تكون غير معروفة للناس من وسائل النهب اللي تمت نهب البلد. ذكرت موضوع المناقصات، المبالغة في المناقصات، مثلا المطار هناك مبالغة في سعر ترسية المطار زيادة 400 مليون تقريبا. جسر جابر في عمولة كشف عنها أحد أطراف يعني هذا اللي هو بشار كيوان، قدم بلاغ من هناك في السفارة الكويتية في باريس أن في عمولة خرجت بقيمة 90 مليون دينار في مناقصة جسر جابر، الآن ما لم يتم التحقيق فيها ولا تأكد من جدية هذه الشبهة. يعني هذه نماذج من الفساد اللي كان موجود في 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 البلد. الميزانية العامة كانت في الكويت يعني أول ما دخلت المجلس كانت تقريبا تتراوح بين 4 مليار دينار إلى 5 مليار في التسعينات. في أول الثمانينات استمرت أيضا 4 مليار 5 مليار 6 مليار. في منتصف الألفين 2005 تقريبا نطت فجأة من 5 مليار أو 6 مليار إلى 11 مليار. قفزت قفزة كبيرة الميزانية العامة 11 مليار، بدأت تزيد إلى الآن وصلت إلى 23 مليار الميزانية السنوية. للأسف كل ما زادت الميزانية كل ما زاد السرقة والنهب من هذه الميزانية بطرق عديدة كما ذكرنا. أيضا غير مثلا العمولات اللي تطلع في التأمينات، يعني التأمينات يعني كانت مئات الملايين تذهب في جيب الرئيس المدير عام التأمينات، أكيد مع شركاء يغطون عليه، وكان في تغطية كبيرة لهذا الشخص. يعني أنا شخصيا كنت أوجه أسئلة من 2005 و2006، وحتى ذكرت بعض العمولات بالمبالغ، وذكرت البنوك اللي حولت لها في سويسرا كريدت سويس بنك وغيرها من البنوك اللي ذكرتها في الأسئلة في 2005 2006 2007. اليوم وأنا أتصفح الأرشيف لقيت سؤال مجاوبة الأخ الشمالي مصطفى الشمالي وزير مالية سنة 2010، أنا موجه له أن في شبهات فساد في التأمينات، في شبهات فساد في استثمارات التأمينات، راد لي أن ما في أن هذه المعلومة غير صحيحة. والغريب ان اللي موقع على السؤال على الجواب عفوا اللي موقع عليه هو فهد الرجعان. فهد الرجعان يقول لا ما في شبهات فساد، هذا في 2010، والوزير على طول حط كفر لتر ودزه للمجلس. الشاهد يعني كيف كانت الفساد محمي ذاك الوقت ولا زال الى هذا اليوم،
ونقول لا زال لهذا اليوم، لأن الدولة العميقة ومؤسسات الفساد متغلغلة بسبب يعني سوء الإدارة وسوء اختيار القيادات في المؤسسات الدولة. أنا أتذكر أن في قصة مرت، قد يمكن الجيل الجديد لا يذكرها، إنما يعني اللي عاصرها في 2007-2008 مثلا، واحدة من قصص الفساد في الكويت اللي هي طوارئ كهرباء، طوارئ 2006 و2000 عفوا 2007 و2008. وانا كنت وقتها في لجنة حماية المال العام، اعتقد في 2008 يمكن او 2007 في تلك الفترة. اللي صار ان في 2006 شهر اغسطس يعني في شهر 8 انقطعت الكهرباء بالكويت، وقام المولدات ما تلحق، يعني الكهرباء الحكومة ما تلحق لتشغيل، تذكرون قاموا يقولون طفوا الكهرباء، خفضوا الاستهلاك على شهر 8 في 2006، فصارت مشكلة كبيرة في نقص الكهرباء. فسووا خطة سموها طوارئ 2007، أن والله نطلب من الشركات يبولون يحضرون لنا أو يشترون لنا مولدات بشكل سريع، مولدات كهرباء، كل واحد يجيب مولد. فدخلوا 7 شركات، كل واحدة جابت مولد كهرباء، اللي جابتها من روسيا، اللي جابتها مدري من أي بلد، ويابوها في 2007. تكلفت تقريبا 450 مليون دينار هذه المولدات. بعضها كان خردة وما اشتغل، وبعضها ما وصل، وبعضها وصل تعبان، وبعضها ما يصلح، وبعضها ما يستاهل يعني ربع هذا المبلغ اصلا. المهم ضاعت 400 وكسور مليون دينار في سنة واحدة. ما تابوا ذاك الوقت وقرروا يحطون خطة طوارئ 2008. الشغلة حلوة صارت هذه، فلوس تضيع بالهواء. فنزلوها مناقصة، منو يوفر لنا مولدات في 2008؟ ورست على شركتين مولدات. شركة حصلت مولد بقيمة 800 مليون دينار، وشركة ثانية تيب مولد 260 أو 256 مليون دينار. شركتين ورست عليهم أن يوردون فقط تغطية سنة واحدة طوارئ، يعني تغطية العجز في سنة واحدة من الكهرباء. ذاك الوقت تحركت أنا شخصيا على الموضوع، وهددت الوزير، كان ذاك الوقت محمد العليم، مع أن الوزير هذا ما كان قراره، كان قرار الوزير اللي قبله. فقلت له لازم تلغي المناقصة هذه، فقال أنا هذه مو قراري، قرار وزير سابق هو اللي نزل المناقصة وهو اللي تم الترسي. أنا توني جاي الوزير، قلت له توك جاي، بس إنه توقيع أو الدفع سيتم في عهدك، لازم توقف الموضوع. قال لي وإذا وقفته راح تنقطع الكهرباء عن الناس. قلت له يا أخي اشتغلوا ترشيد، عملوا ترشيد، مو القصة سنة واحدة، بس سنة سووا ترشيد، سووا خطة لتقليل يعني هذا المجموع. الشركتين اللي يأخذونها مولدات مليار ومئة مليون دينار، يعني 3 مليار دولار تقريبا. فضغطت عليه بشكل كبير، رجل تفهم جزاه الله خير، وحاولوا الشركات هذه اللي رست عليها انها تضغط ان لا ما يلغى العقد هذا. وحتى ان لدرجه ان احد اصحابها الشركات يعني لدواني يترجى ان يعني طوف الموضوع. لا ما طوفه، لا خساره على البلد هذه، يعني انت عقدك فقط انت 800 مليون، يعني احنا راح نخسر 800 مليون. قال راح تنقطع عن الكويت الكهرباء. قلت خل تنقطع الكهرباء، تنقطع ساعه ساعتين ولا ندفع مليار. وفعلا كلمت الوزير، قلت له ترياني التاجر صاحبها، وإن مشيته راح أعلقك وأصعدك على المنصة، مع أن أنت صديقي يا محمد العليم، لكن المسألة طالما تجي على يعني أموال الشعب الكويتي أنا ما راح نقبله، وما نقبل تكون هذه الأموال في جيب شركات، شركة أو شركتين. والله الحمد الوزير صمد ورفض يوقع لهم، وفعلا قدرنا نوفر في ذاك الوقت 1,100,000,000 دينار كويتي في عقد واحد في وزارة واحدة، وزارة الكهرباء. تخيلوا اللعب اللي قاعد يصير في الوزارات كثرها، يمكن احنا نعرفه او ما نعرفه، لكن هذا كان واضح لانه كان في قبله مشكله وقعت 2000 طوارئ 2007.
وهكذا البلد يعني ظل ينهب بهذه الطريقة إلى يومنا هذا. فلذلك يجب أن يكون فيه يعني استفاقة من المجتمع الكويتي من لوقف النهب في هذا في ميزانية الدولة، وإعطاء الأمر لأصحابه، إيكال الأمر للثقات المسؤولين. الاختيار يجب أن يكون عن كفاءة وعن أمانة، وليس كما هو حاصل يعني محاصصة ولا يعني شلالية ولا تنفيع في هذه المناصب، وبالتالي تنفيع المتنفذين وتنفيع يعني عدد بسيط من التجار، ليس كل التجار اللي قاعد يستفيدون، عدد محدود من التجار هو اللي قاعد ترسى عليه هذه المناقصات. شاكر للأخ مشعل دعوتي لهذه الندوة، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الندوة إضافة لمحاولة محاربة الفساد بإذن الله عز وجل، حتى يكون فيه يعني وعي مجتمعي للتصدي لهذا الخطر الكبير الذي راح يجر في البلد وينهي يعني البلد ويضع البلد في أزمة، لما يسمون أزمة عجز الميزانية. سبب العجز هو الفساد وسوء الإدارة، وليس يعني المواطن الكويتي هو متسبب في هذا، إنما سوء الإدارة والفساد هما يعني أبرز أسباب العجز في الميزانية. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. لدي شعور بأن الأطروحات نجترها عند كل أزمة، تكاد تكون هي ذاتها كسابقاتها، ولكن لأن الكويت وطنا يستحق على الأقل أن نذكر أنفسنا بما أحاط بنا منذ زمن طويل، طال لاستمرار البحث عن مصدات خرق المهابة كما علمنا أجدادنا ثم آبائنا. كلنا ضنين بالكويت وطنا، لا محطة ولا شركة مقفلة تحت التصفية، سنتابع لاحقا أسهمها في أسواق المال الخارجية أو بعض أسواقنا المصغرة داخليا. الهم أو الهموم هي ذاتها، لكن كم أطروحة طرحت طوال رفع أصواتنا وأصوات سوانا من أبناء الشعب الكويتي، تكررت مرارا وتكرارا، فترى هل لأننا جميعا لم يوفق أينا في أن يلقى أذانا صاغية؟ كيف يمكن أن يقرأ الشاب الغض أن مسؤوليه، أي مسؤوليه ومسؤولي سواه المسؤولين عن هذا الشعب بأجياله المتتابعة بل وبالأجيال القادمة، ما الذي سنهيئه لهم؟ والحديث هنا لا يخرج عن الثلاث سلطات. المواطن الفرد ليس ذا صفة ان طرح اكثر من رأيه في شأن
الإصلاح ومواجهة الفساد الذي لا يجحده عاقل أو منصف. الكويتي الذي رعى أبنائه وتحمل الكثير من النفقات ليتمكن من الدراسة إلى إنهاء مراحله الجامعية ثم يبحث عن عمل، وكأننا لم نقرأ دستور دولة الكويت. دستورنا، مسطرتنا، مادة 41 من الدستور نصت على أن للمواطن حق العمل، بل وحق اختيار نوع العمل. فما المطلوب من ولي الأمر، من الأب الذي أنفق لسنوات على ابنه أو أكثر من ابن، يمكن يكون عدة أبناء أو بنات، إلى أن علمهم في الجامعات سواء داخل الكويت أو خارجها؟ بما سيجيب والده؟ ليش أنا بدون وظيفة مع إني خريج وتقدمت للجهة المعنية، الخدمة المدنية مثلا، وينتظر 3-4-5 سنوات؟ ايش ذنبه؟ أعرج لأن من سبقوني للأمانة غطوا أغلب ما يمكن أن يطرح. مع جلد الذات قليلا وأراه مستحق، طرحته سابقا ولم أجد مبررا يدفعني للعدول عنه. السلطة التشريعية الرقابية هي حصتنا من هذه المنظومة. إن أفلحت أفلحت، وإن فسدت فسدت. هل كنا نحسن الاختيار؟ أقصد اختيار من يمثلوننا ليراقبوا عنا وليشرعوا عنا. لا ننكر، بل يجب أن نقر ونوصف أن اختياراتنا للأسف لم تكن تبنى على برامج واضحة يعلنها من قدم نفسه ممثلا لنا. نغمض عين عن هذا الطرح ونبحث عن وشائج جعلنا منها غطاء لاختياراتنا، إن مذهبيا، مناطقيا، قبليا. هذا ولدنا. معيار الكفاءة هو المعمول به في كل دول العالم لتكليف المكلفين بأداء الوظيفة العامة خدمة لوطنهم ولمواطنيه، إلا استثناء أراه وحيدا هو في الكويت. معيار الكفاءة لا ينظر له في اختيار من يتصدون للوظيفة العامة. عندنا بإقرارنا الخمال خمالنا. لما نروح صناديق الاقتراع لا نبحث عن مستقبل أبنائنا وأبناء سوانا لنعدل مع أنفسنا أولا، ثم نطالب الآخر بأن يعدل. فإن لم نعدل نحن، كيف سينصاع المسؤول لإرادتنا في طلب العدالة بين أبنائنا؟ حنا كآباء بيننا لم نعدل. أنا آسف، لكن لابد من جلد الذات. إلى متى ونحن نعيش هذه الدوامة؟ للأمانة سبق وأن قلت العبث الذي يتجاوز سقف العبث فقط
دمار. من منا يتمنى لا قدر الله أن يحكمنا منظومة أخرى غير هذه المنظومة في هذه الأسرة، وإن كان لنا على بعض أفرادها الكثير، إلا أننا إذا انكفأنا سنجد أن البديل هو حروب متعددة بينية. سنعود إلى ثاراتنا السابقة، فمجتمعنا مجتمع هجرات متنوعة متعددة الجهات، فلا نقص على أنفسنا وندعي الكمال، والكمال لله وحده. إن لم يدفع بالعمل المؤسسي فالون مان شو أو المكون قبيلة مذهب طائفة أيا كان، هذا لن يصل بك إلى ما تأمن إليه كوطن. للأمانة ولفتح جراح مو جرح واحد، بعضنا استوطن الكويت وإن اختلف زمان الاستيطان أو النزوح أو الهجرة، سموها ما شئتم، بعضنا إلى اليوم يستذكر حروبا انتهت بين أطرافها. ولكن في مواسم الانتخابات بالذات كلها تستنفذ وتستحضر في كل انتخابات. أنا ما ممكن أقتنع أن واحد ما يخاطب إلا فئته نجحوني. عطني برنامج، عطني رؤية، عطني خطة عمل. أحيانا الحياة يأخذ بعضنا، والله جارنا خوش ريا صلي معانا، كلنا نصلي، هذا لا يكفي. أنت تندبه ليمثلك لأداء عمل قد يعجز هو عنه، وهناك الأبعد منه عنك لديه القدرة ولديه خطة واضحة أقنعك بها، فلما تصر على الحمية العنصرية أيا كانت، عرقيا دينيا وخلافه. الكلام المكرر ممل، وأنا لا أملك إلا مسطرتي في كل محفل. الحاكم والمحكوم ارتضوا هذه المنظومة اللي هو دستور دولة الكويت، فاكفروا به إذن لنكفر به بعدكم ونشوف هل سيبقى هذا الكيان الذي دخل التاريخ وإن خرج من الجغرافيا لهنيها. لما لا نستذكر من 1990 في سويعات خرجنا من الجغرافيا كما يقولون ودخلنا التاريخ. إن لم تتحد الرؤى بالحد الأدنى على القواسم المشتركة على الأقل فيما يحصن أبنائنا من أن ينجرفوا مثل من جرف بعض الأبناء سابقا ونظرت نزاعات جزائية جنائية في حقهم وحق سواهم، إن كان هاربا لم يعد ومن عاد ألقي عليه القبض. لما نشكك أبنائنا في وطنهم؟ لما نصل بهم إلى مرحلة الإحباط الذي انساقهم إلى اليأس؟ فكل عقل منهم سيكون نهبا لمن يجنده. رحم الله الشيخ صباح الأحمد لما قال الكويت كادت تضيع، ونحمد الله أنها باقية لم تضع. دورنا أن نحصن وطننا حتى لو ما حبينا بعض، مو ضروري تحبني وأحبك، لكن يجب أن نسعى إلى ذات المصلحة
اللي أنا بحاجتها وأنت بحاجتها، هي تقويم كل اعوجاج لتستقيم الأمور وليحظى كل كفاءة بحقه في أن يخدم بلده تحت ظلها لا خارج ظلالها الوارفة، فيقع صيدا سهلا لأجندات عانينا بعضها مرارا وعلى مراحل. لنتق الله في أنفسنا أولا ثم في الكويت وطنا، ولا أريد أن أثقل، مع أن الدستور أصبح محل جدل ليس كالسابق على استحياء، بل تجرأ البعض لفرض ضيقه إلى أن يقول فكونا، لا لا احنا ما نقول فكونا، نقول فعلونا عبر تفعيل الدستور، اعملوا بالإرادة التي ارتضاها الحاكم والمحكوم، أو علمونا إنكم صادين وكلنا يدبر نفسه هو عياله، أعملوا ما جاء في الدستور العهد الذي تعاقدتم عليه، أو أعلنوا ما في سرائركم الخافية ولم تبلغونا بها. لمتى الناس بتصبر على تهميش أولادهم؟ لمتى هذا ولد فلان درجاته ميح ويجي واحد فول مارك يهمش هذا ويقبل هذاك؟ ليش ألغيت القرعة في الكليات العسكرتارية؟ نسأل الله أن يحفظ الكويت وأهلها جميعا، ومنهم أهلها اللي هم أهلنا حكامنا حاليا، المسؤولية عليهم أعظم، هم ولاة الأمر، صانع القرار سيساءل أكثر من سواه. لنتق الله في أنفسنا كما قلت، وفي وطننا وفي أبنائنا وأجيالنا القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.